من جانبه قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إنه سيتم افتتاح مكتبة بدير سانت كاترين، وهي من أكبر مكتبات العالم خلال أيام. وفي بداية عام 2018 فسيتم افتتاح متحف مطروح وأثرين إسلاميين وعدد من المشروعات الأخرى. طلب مني كذلك استعراض أهم المشاريع اللي هنفتتحها الفترة اللي جاية إن شاء الله، أولها بإذن الله افتتاح مهم جدا وهو دير سانت كاترين، في مكتبة من أكبر مكتبات العالم، فيها مشروع ترميم وتطوير بقاله سنوات طويلة، إن شاء الله هيفتتح خلال أيام. وإن شاء الله بإذن الله هنفتتح برضو انتهاء من أعمال فسيفساء بيتم ترميمها من حوالي 10 سنين، وهي فسيفساء التجلي في دير سانت كاترين. بعد كده إن شاء الله في بداية 18 عندنا مجموعة من الافتتاحات بإذن الله، أولها إن شاء الله متحف مطروح اللي تم بالتعاون مع محافظة مطروح، إن احنا خصصنا جزء من مكتبة مطروح، معالي المحافظ خصص جزء من مكتبة عشان ننشئ أول متحف في محافظة مطروح، إن شاء الله يفتتح في خلال الأسابيع القادمة. بعدها على طول عندنا أثرين إسلاميين إن شاء الله نفتتحهم في شهر يناير، وبعد كده بإذن الله قبل في الربع الأول يمكن مارس بالكتير متحف تل بسطة لأول مرة إن شاء الله، ثم بإذن الله في شهر أبريل أو مايو لأول مرة متحف